طبعا النهارده سعداء جدا بافتتاح المعرض الرابع في بورسعيد للكتاب. الحقيقه يعني انا اتفاجئت، لان المفروض ان احنا حاليا دلوقتي في لحظات افتتاح المعرض، ولكن كم الزوار اللي موجود بصراحه فاجئنا جميعا. سعداء جدا جدا باقبال البورسعيديه على معرض الكتاب، وهذا العام بالذات الحقيقه، يمكن للتنوع اللي موجود في المعرض، يمكن للحراك بالفعل الثقافي اللي بيتم، وكل الحراك اللي بيتم في بورسعيد بشكل عام. الحقيقة يعني فخورين بهذا الحراك، لأن بيواكب النهضة اللي بتتم في بورسعيد، إن بيواكبها كمان الحقيقة حراك ثقافي مهم جدا. طبعا مبادرة فخامة الرئيس، أو تحت رعاية فخامة الرئيس، إن بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، الحقيقة يعني أنا بعتبرها من أنجح المبادرات اللي تمت، لأن كان في حراك ثقافي كبير جدا. بدأنا في شهر مارس، استمرت فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بشكل كبير جدا. يمكن شاهدنا اليومين اللي فاتوا تنوع مختلف. خلال ال 12 يوم للمعرض الحقيقة هيشهد حراك كبير جدا فكري وأدبي. يعني كمان إن معانا الحقيقة مجموعة كتاب مؤلفين وأدباء من بورسعيد ومن محافظات أخرى، وهيكون في ندوات، وكلهم الحقيقة أسامي عظيمة جدا جدا ومشاركين معانا في المعرض، زائد طبعا الجزء الفني اللي هيواكب المعرض بإذن الله. بإذن الله تعالى.